السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد وشرح جديد على القناة، أتمنى أن تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال إن شاء الله. في هذا الفيديو سوف نحاول أن نشرح طريقة التسجيل في فورفي وين باي إنوي. هذا الفورفي يعني موجود بالمغرب كما العادة. سوف نقوم بشرح طريقة التسجيل وكذلك كل المعلومات حول هذا الفورفي، وإن شاء الله سوف أتمم فقط الشرح بالدارجة لأن هذا الفورفي موجود فقط بالمغرب. المهم، فشركة وين باي إنوي يعني كما في العنوان فهي شركة تابعة لإنوي، لذلك تقريبا عندهم نفس الريزو ونفس جودة ديال الانترنت الخاصة بهم، لكن الفرق ان هذه الشركة يعني فيها عروض جيدة، خصوصا عروض الانترنت وكذلك بأثمنة جد مناسبة على عكس الفورفيات الاخرين اللي كيكون فيهم يعني أثمنة جد مرتفعة نوعا ما وغير مناسبة بالنسبة للناس اللي كتستهلك الانترنت بشكل كتير، خصوصا الانترنت نجمة ثلاثة غير مواقع التواصل. لذلك حاولت انني نجرب هذا الموقع وفي نفس الوقت نحاول نوضح طريقة التسجيل في هذا الفورفي وكذلك شنو الامور اللي سهلة فيه، واش يمكن ليا نغير الرقم ديالي او لا نحتفظ الرقم القديم، واش خاصني ضروري نمشي لاجون، يعني كل هاد الامور غنجربوها في هذا الفيديو ان شاء الله، وغنشرح طريقة التسجيل خطوة بخطوة فقط من خلال الهاتف وكذلك بدون تغيير الرقم وبدون ما نمشيو لاجون. حتى طريقة الدفع انها غتكون فقط الكترونية وغنخلصو فقط من خلال حساب البنكي ديالنا سواء على السياش او لا باقي البنوك الاخرى اللي كدعم الدفع في هذا الموقع او لا في هذه الشبكة، وكذلك يعني طريقة الدفع غنشرحوها ان شاء الله حتى هي خطوة بخطوة. لذلك اول حاجه تقدر تخدم بالموقع بشكل عادي، انك تسجل في الموقع ديال وين باي انوي وتكري فيه حساب، اولا كتدخل لابليكاسيون اللي هي وين باي انوي كتلقاها في بلاي ستور بشكل عادي وكتدخل كتتم فيها التسجيل. لذلك غندخل هنا التطبيق، ديجا دخلنا وغنكملوا الخطوات. بعد ما كتدخل التطبيق نيكست دور هذه الخطوات، وهنا كتختار يعني البلان ديالك اللي بغيتي، يعني كتختار شحال العدد ديال الدقائق اللي بغيتي، عدد الجيجات وكذلك عرض مواقع التواصل، واش بغيتي يكون حتى هو اكتيف في هذا الفورفي ولا فقط غتكتفي غير بالجيجات. مثلا بالنسبه للناس اللي كتستهلك الجيجات بزاف وباغا واحد العرض اللي فيه جيجات يعني بثمن مناسب، مثلا غنهبطوا هنايا عاطينا هنا 20 جيجا بثمن 75 درهم، ولكن الخطوه الاضافيه اللي غتخلي هذا الثمن ينخفض هي اننا غنلغيو يعني السوشيال ميديا وفقط غنحتفظوا ب 20 جيجا. يعني بعد ما كيسالي لك الفورفي كتاخذ يعني عرض غير محدود من مواقع التواصل اللي هو كنعرفوا حنا في باقي الشبكات الاخرى بنجمه 6. لذلك الى لغينا فغينخفض الثمن كما كتشوفوا هنا من 75 ل 60. هذا هو العرض اللي انا خدمت اكتيفيت في هذا الفيديو، هو اللي شرحت كيف يعني تاخذه بواحد الثمن مناسب اللي هو 60 درهم، اللي كان كما كنعرفوا حنا فان جيجا بحدها ب 10 دراهم، يعني الا بغيتي 20 جيجا راه 200 درهم. يعني هذا الفورفي الا كان عندك ريزو مزيان والبلاصه اللي فين انت فيها فكيتعتبر جد مناسب، الا ما كانش الريزو يعني عيان فغضطر انك تشوف فورفي اخر تكلفه اقل. لذلك بعد ما كتكمل هذه الامور وكتختار البلان اللي بغيتي انت كتضغط على كونتيني. خطوة إضافية قبل الاشتغال على هذا الفورفي أو تشغيله على الهاتف، يجب أن تقوم بعمل تيست لسرعة الإنترنت في المنطقة التي تعيش بها أو التي تقطن بها بالنسبة لهذا النوع من هذا الشبكات، خصوصا أن شبكة وين باي إنوي فهي شبكة تابعة لشبكة إنوي، لذلك سوف تحتاج إلى عمل تيست أو اختبار لسرعة الإنترنت الخاصة بشبكة إنوي. يعني أن تأخذ مثلا أو أن تشتري كارت إنوي وتقوم بتعبئة مثلا 5 دراهم بنجمة 3 يعني أو بتعبئة الإنترنت وتقوم بعمل تيست بسيط لسرعة الإنترنت في المنطقة التي أنت بها حتى تستطيع معرفة جودة الإنترنت وهل هذا الفورفي صالح لك أو لا. يعني هذا كإضافة فقط كي تتأكد من سرعة الإنترنت قبل شراء الفورفي أو تحويل رقمك إلى هذه الشبكة. بعد ما كنختاروا العرض ديالنا وكنضغطوا على نيكس كندوزوا للخطوة التالية واللي هي إنشاء حساب، يعني كتكري واحد الحساب فيه المعلومات الشخصية اللي بسيطة أو اللي كتكريه بإيميل مباشرة باش كتقدر انك تدخل لابليكاسيون وتكمل باقي الخطوات، توصل للمرحلة ديال الدفع اللي كتخلص عن طريقها يعني الفورفي ديالك، ومن بعد كتكمل المعلومات الشخصية اللي كيكون فيها الكارت ناسيونال والمعلومات يعني كاملة ديالك باش كتأكد الاشتراك ديالك في هاد النوع ديال الشبكات. لذلك هنا غنحاولو نكريو حساب، كتضغط على I become a customer يعني أود أن أكون زبون، أو لا تقدر تمشي أنت غتبدل اللغة، غتدخل هنا للقائمة في الأعلى وكتمشي كتبدل اللغة العربية، أريد أن أصبح زبون، وكتدخل المعلومات الخاصة بك. هنا كتأكد الفورفي ديالك يعني تأكد من المعلومات الثمن تطريق السماء، وهنا الخطوة الإضافية واللي هي كتختار الرقم، يعني سواء بغيتي تختار الرقم أنه يوصلك حتى الباب الدار أو لا تبدل رقم كما كان سواء في أي شبكة أخرى إنوي أو اتصالات أو لا أورانج تبدله لهذه الشبكة، يعني كتقدر تغير الرقم ديالك من خلال الضغط على احتفظ بالرقم. لذلك الطريقة اللي كنصح بها أنا أنك تبدل الرقم حيت غيوصلك ديريكت، يعني غتحول الرقم ديالك ديريكت بلا ما تسنى هذا الرقم يوصلك او لا المشاكل ديالو. لذلك غنختار هنا احتفظ برقمي الحالي وتختار معرفة المزيد، هنا غنمشيو هنا ديريكت الاستمر بعد ما اختارينا هذه الخاصية، هنا كتدخل النمرة ديال التليفون ديالك
وكتختار المشغل اللي انت فيه هذا حاليا، يعني الشبكه اللي فيها هذا الرقم. مثلا اذا كان عندنا واحد الرقم اورانج، هذا يعني هذه الخاصيه بشكل اضافي، كتدخل هذه المعلومات وكتضغط على تلقي الرمز، يعني باش كتاكد ان هذا الرقم يعني فعلا ديالك. كيوصلك واحد الكود كتاكده، ومن بعد كتدوز للخطوه التاليه اللي هي الخطوه الخاصه بالحساب ديالك. يعني غنكملوا هذه المعلومات باش يوصلنا الكود، وغندوزوا للمرحله التاليه. انا اخترت رقم اخر، لذلك هو اللي غناكدوا به المعلومات كامله. اوكي، هنا بعد ما كتسجل بحساب ديالك والمعلومات الشخصيه كامله، كتوصل للمرحله ديال الدفع وديال اتمام المعلومات الشخصيه. كما كتشوفوا هنا، انا اختاريت الفورفي ديال 20 جيجا، يعني ما اخترت السويح حيت ما عنديش، ما محتاجهمش. يعني عطاني في التوتال ان الفورفي الثمن ديالو هو 60 درهم. هنا كيعطيك يعني تختار الرقم. انا كما شرحنا في الاول، عندك الحق تبدل الرقم الخاص بك، اللي هو هنا هذا الرقم مثلا الخاص بينوي هو اللي خدام به مثلا في الواتساب. هنا كنجيو للمرحله ديال الدفع، يعني كتكون هذه هي الخطوه التاليه. غنجيو باي هنا او دفع. اوكي، هنا غنحتاجو نفيريفيو الايميل ديالنا، وبالتالي غيوصلنا واحد الكود في الايميل، خاصنا نعاودو ندخلو هنا. نمشي نجيبو الكود ونرجع. من بعد ما جبنا الكود اللي هو 23 39، نفيريفيو الكونت ديالنا بشكل عادي. هنا كنكونو فيريفينا الكونت او طريقة الدفع، وبالتالي غندوزو للمرحلة التالية اللي هي الدفع. هنا كاين ثلاثة ديال الطرق، اللي هي الدفع بالبطاقة البنكية اللي كتحتاج منك تدخل المعلومات الشخصية ديال البطاقة البنكية والدفع اونلاين يعني كما نعرف. والطريقة الثانية هي كتوجه لابليكاسيون الخاصة بك، خاصة بالحساب البنكي عندك إذا كان، وكتمشي للطريقة ديال الدفع وكتدفع بشكل خاص. وهنا انوي ماني بالنسبة للناس اللي عندهم هذا الحساب أو هذه المحفظة الإلكترونية خاصة بانوي ماني. هنا غنختارو لابليكاسيون هنا باش نمشيو للتطبيق ديال السياج. مثلا أنا عندي السياج، غنحاول ناخد واحد الكود من هنا ونمشي لابليكاسيون ديال السياج ونخلصو عن الطريق ديالو. كنفيريفيو هنا، نديرو اختيار، من وراها كتختار باي دفع. هنا فين غنحصلو على الكود. اوكي، المرحلة التالية هنا كما كتشوفو كيعطيك هاد الكود ماي بايمون كود، اللي خاصك تمشي لابليكاسيون ديالك. كما كتشوف هنا هادو هما لي زابليكاسيون المتاحين اللي تقدر تدفع عن طريقهم. كناخدو هاد الكود كنديرو ليه كوبي بهاد الطريقة، وكتمشي لابليكاسيون باش كتشارجي الصول ديالك. كما كتشوفو هنا هاد الكود صالح ل 24 ساعة اللي هي نهار. هنا إلا وقع لك شي مشكل ولا شي حاجة كترجع وكتأني لي كدير إلغاء ديال هاد الدفع. كما هنايا خدينا حنا الكود، غنمشيو لابليكاسيون ديال السياج وغنخلصو هاد 59 درهم ولا 60 درهم ونرجعو هنا لابليكاسيون. كمثال هنا بالنسبة لطريقة الدفع عن طريق تطبيق السياج، كتدخل القائمة بشكل عادي وكتمشي للفواتير. قلبو هنا على الفواتير، هما اللي غنقدرو نتوجهو للبلاصة الخاصة بالابليكاسيون وندخلو لها. من بعد ما دخلنا البلاصة ديال الفواتير، هنا كنختارو الهاتف أو الانترنت. من بعد هاي عندنا هنا وين تابع الانوي، كتدخل هنا وين وندخلو الكود ديالنا باس. نقدرو نحافظو حنا هاد الخدمة يعني دابا المفضلة، دير لها وين، كدير التالي. اوكي، هنا باش كتزيد تأكد كتطلع لك يعني الكلفة ديال الثمن ديال الفورفي اللي اختاريتو. كما اختارينا حنا هنا 59 درهم، كتختارو بهذا الشكل وكتضغط على التالي، وبهذه الطريقة غنقدرو نخلصو الفورفي ديالنا مباشرة. هنا كدير تأكيد، من بعد كتدخل الكود ديال لابليكاسيون عندك باش كتفيريفي الخلاص. ندخلو حنا الكود ونرجع. في هاد الحالة تقدر تاخد يعني الروسي ديال الدفع، في حالة وقع شي مشكل أو شي حاجة وهضرتي مع السيبور، يعني تصيفط ليهم مثلا الروسي أو إثبات الدفع، وكتكون في أيضا رقم المعاملة على حساب أنك باش تجنب المشاكل. هنا ناخدو سكرين لهاد ونرجعو لابليكاسيون باش نشوفو واش تم الدفع بشكل كامل أو لا. اوكي، بعد الدفع هنا كتبدل الواجهه ديال لي زابليكاسيون، كيدخلوا كيظهر معنا يعني خصائص اخرى او اماكن اخرى في لابليكاسيون، من بينها ايضا تاكيد الرقم الخاص بك. هنا ندخلوا نوتيفيكاسيون ونشوفوا. اوكي، هنا نحاولوا كاع نبدلوا اللغه العربيه باش نتاكدوا، يعني كاين عندك هنا الحق تبدل اللغه العربيه مباشره. ونشوفوا باقي المعلومات، هنا كاين طلبات، يعني بدء تحويل الرقم. هنا الاشعار، شنو عندنا في هذا الاشعار؟ قوم بتشغيل طلب. اوكي، يعني الخطوة التالية هي تحويل الرقم، بدأ تحويل الرقم. هنا يعني غتحتاج تكمل المعلومات الشخصية الخاصة بك، وغتحاول تكمل الكونترا، وايضا غتصور لاكارت ناسيونال ديالك باش كتفيريفي الكونترا. يعني هادشي كامل كيكون اونلاين، ما غتحتاج تمشي لاجونس، حيت نورمالمون هاد الشبكة ما عندهاش اجونس، يعني كل الخدمات ديالها ديجيتال او رقمية.
هنا غندخلوا لاكمال الملف الشخصي وغنكملوا المعلومات الشخصيه، وايضا هنا كتوافق على شروط العقد الخاصه بهذه الشركه، ومن بعدها كتاكد تحويل الرقم ديالك من بعد تقريبا 24 ساعه 48 ساعه على ما اظن، كيتفيريفي لك النيميرو ديالك او كيتحول لك الفورفي في الرقم الجديد اللي اخترتي. اوكي انا غندخل المعلومات الشخصيه ونكملوهم. من بعد ما اختارينا تاكيد الهويه، هنا كان عندك الحق تاكد الهويه ديالك بطاقه مغربيه او تصريح الاقامه. هنا غنختاروا الاي دي ولا كارت ناسيونال، وهنا كتختار يعني كتصور لاكارت من الجانب الامامي ومن الجانب الخلفي وكدير ارسال. انا غنمشي نصور لاكارت ناسيونال ونصيفطو. هنا عندك الحق يعني كدير تصفح، غيتم فتح الكاميرا، يعني انا خصك تعطي صلاحيه للكاميرا بهذا الشكل. لا ايضا المعلومات الشخصيه، انا عندك الحق مباشره توجه للكاميرا، لذلك انا غنمشي نصور لاكارت ناسيونال وندوزو الخطوه التاليه. اول عمليه تسجيل ليا لقيت انه كاين مشكل، واللي شفت الاغلبيه انه كيتشكى منه سابقا، اللي هو انه فاش كتصفح او فاش كتفتح الكاميرا بهذه الطريقه وكتصور لاكارت ناسيونال ما كتضافش، لانني حاليا جربت هذه القضيه، صورت لاكارت ناسيونال من استخدام التطبيق ولكن ما كتضافش. يعني هنا كاين شي مشكل في التطبيق اللي كنظن انه باقي ما لقاوش ليه حل، او لا ما نعرف. كما كتشوفوا هنا الصوره ظاهره هنا ولكن ما ضافتش، كذلك بالنسبه للجهه الاخرى نفس الشكل. لذلك انا جربت حاليا انني نصور لاكارت ناسيونال بالكاميرا العاديه، يعني ضافت الملفات الشخصيه العاديه عندي في الهاتف، وغنحاول ندخل من التطبيق نمشيو للجاليري الخاص بنا او لا مكان الصور باش ناخذ الصوره ديال جهه الاتصال، او عفوا صوره لاكارت ناسيونال ونضيفوها في الابليكاسيون مباشره. لذلك ندخلوا من هنا، ومن هنا من بعد كيظهر لك الجاليري او الفايل مانجر، لذلك ندخلوا من هنا ونضيفوها وغنشوفوا واش غضاف ولا لا. اوكي هنا الصوره الاولى ضافت، يعني الواجهه الاماميه او الجانب الخلفي. هنا غنرجعوا ونضيفوا الجانب الخلفي ديال الصوره والصوره من الجهه الخلفيه، لذلك غندخل ثاني بنفس الطريقه. اوكي هنا بعد ما كتضيف الصوره من جوج جوايج او لاكارت ناسيونال من الجهتين، كتدفع لنا الخاصيه ديال الارسال، كتضغط على ارسل. هنا يعني كتصيف هاد لاكارت ناسيونال ديالك للجهات المسؤوله اللي غتقوم بالمراجعه ديال الطلب ديالك والمراجعه ديال المعلومات الشخصيه. لذلك يعني المعلومات الشخصيه اللي خصك تسجل بهم في المره الاولى خصهم يكونوا هما نفسهم المعلومات اللي او المعلومات الحقيقيه ديالك او ديال لاكارت ناسيونال اللي غتضيف في الابليكاسيون. ايضا هنا غنستناو حتى تفيري في هذه القضيه ونشوفوا الخطوه التاليه. الخطوه التاليه بعد ارسال المعلومات الشخصيه هي كتضيف المعلومات كامله هنايا، يعني الاسم، النسب، الشارع، الكود بوستال، البلد، الجنسيه، وكذلك رقم البطاقه الوطنيه، وايضا رقم الهاتف. يعني من الاحسن تضيف رقم هاتف كما كتشوف هنا كيبدا ب 0607، ما تضيفش رقم خارجي. يعني من الاحسن تضيف رقم اخر اللي يقدروا يتواصلوا معك فيه غير الرقم اللي حولناه هنايا، ومن بعد كتوافق على المعلومات كاملين هنايا والشروط وكدير تاكيد المعلومات. لذلك غنضيفوا هذه المعلومات هنا وندوزوا للخطوه التاليه. الخطوه التاليه هي كتوافق على المعلومات الشخصيه ديالك وكتاكد منها، يعني كتظهر لك هذه المعلومات كامله وكتقوم بواحد المراجعه ديالها باش كتاكد واش المعلومات صحيحه 100%. هنا كتاكد من الرقم اللي كنا كتحول ليه، العنوان الى اخره، يعني العنوان حنا ما غنحتاجوش حيت حولنا الرقم الخاص بنا. من بعد كدير وافق وقع عقدي ووافق على شروط الخدمه، ومن بعد كتضغط على تاكيد. الخطوه التاليه كما قلنا حنا اختارنا رقم سابقا، لذلك غنأكد انه لدينا سابقا كارت سيم، وبالتالي ما غنحتاجوش اننا نحصلو او نتوصلو بكارت سيم باي وين. لذلك حنا مثلا حولت كارت انوي حولتها لهذا الفورفي. لذلك من بعد ما كنأكدو هنايا على الخاصيه كنضغطو على استمر، بتنشيل الفورفي ستتفعل الفاتوره الجديده، نضغطو على تاكيد. اوكي هنا كي عندنا المعلومات كامله كنديرو ايضا وقع طلب نقل الرقم، يعني ترانسفير الرقم ديالنا، وايضا تقدر تنزل طلب نقل الرقم في حاله بغيتي تتواصل مع السيبورت مثلا او كان عندك شي مشكل باش تواصل معهم. هنا كما قلنا كتاكد من المعلومات كامله وكنضغطوا على تنشيط الفورفي. اوكي هنا كما كتشوفوا قال لنا سيتم تحويل رقمكم في بضع دقائق، اذا كان شي مشكل او شي حاجه فبعض المرات كتعطل الخدمه الى 24 ساعه على ما شفت. هنا غنشوفوا يعني هذا الفيديو ما غنابلوديش حتى نتاكدوا يعني من التوقيت ديال الفيريفيكاسيون ديال الفورفي ديالنا. كما كتشوفوا التوقيت اللي عندنا حنا هنا 7:22:17، غنحاول نوقف الفيديو ملي غيتفيريفا الامور كامله غنرجعو نكملو الفيديو ان شاء الله. باش تاكد بلي المعلومات كامله يعني ضافت كتمشي للايميل، غتلقى انك توصلتي بواحد الايميل والتحويلات، يعني هنا باش كتاكد بلي راه العمليه قيد التنفيذ. من بعدها فاش كيتفيريفا لك الايميل او فاش كيتفيريفا لك الفورفي ديالك كترجع لابليكاسيون وكتلقى لي دوني كاملين. يعني نوقف الفيديو من يتفيريفا غنرجعو نكملو معكم الفيديو ان شاء الله. الخطوات اللي تابعنا في الفيديو يعني تم تفعيل الفورفي، وصلنا للميساج اللي كي
قلنا انه مبروك يعني تم تفعيل الفورفي الخاص بكم. هنا الميساج الاول تقريبا راه كان مع 27، الميساج الثاني يعني تقريبا ما وصلش نص ساعه تفيريفا الفورفي ديالنا. لذلك حنا غنمشيو نرجعوا لابليكاسيون. اوكي كما كتشوفوا هنا يعني تظهر معنا المعلومات الشخصيه، المعلومات الخاصه بالفورفي اللي فيها الرصيد ديال الانترنت، يعني مازال يعني انا ما حولتش لاكارت، مازال ما درتش في التليفون هنايا. يعني نورمالمون الكارت خاصها تكون فعلة، عند الكارت هنا مفعله في تليفون صغير، لذلك خصني ندخل هنا باش نجربوا الانترنت. هنا تقريبا ها عندنا مازال 20 جيجا. الساعات انا ما خسرت الساعات، ما عندي ما ندير بهم. والتوقيت اللي باقي عندك بحيث دابا هذا شهر فبراير في غير 28 يوم، لذلك انا باقي لينا غير 28 يوم باش نعاودوا نخلصوا الفورفي الجاي. يعني الميزه انك تقدر توقف هذا الفورفي مثلا سالي شي شهر، تقدر تدخل من الاعدادات وتوقف الفورفي حتى تعاود تخلصوا مثلا من بعد بدون ما ينقطع او بدون ما يكون عندك التزامات. لذلك كان هذا فيديو اليوم يعني باختصار حول طريقه تشغيل فورفي انوي او باي وين باي انوي بطريقه جد سهله من خلال اتباع هذه الخطوات كاملين. يعني اذا كان عندك شي سؤال اضافي ولا شي اشكال خلي لنا في التعليق، نحاول مثلا ان نجاوبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناه، تابعوا لنا، نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله مع شرح جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.